بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل موضوع الهجوم من رواية الولد الذي عاش مع النعام للصف السابع الفصل الدراسي الثالث. السؤال الأول، اقرأ من الفصل الفقرة التي تصور قلق ماكو على هالدارة ولا تخبر عنه. هذه فقرة موجودة في الصفحة 93، يمكنكم العودة إلى هذه الصفحة وقراءة الفقرة. أما إجابة السؤال الثاني، لأنه تربى مع الحيوانات وأكل من أكلها ولم يتعود على رؤية هذا الشيء. إجابة السؤال الثالث، إنها الدارة يرى انعكاس صورته في المياه لأنه لم يسبق له وأن رأى شكله الحقيقي من قبل. السؤال الرابع، أعد سرد المشهد الذي يصف هجوم الأسد على هالدارة ونجاح هالدارة في الفرار منه. زأر الأسد بقوة عندما انقض على هالدارة، مما جعل هالدارة يتفاعل مع هذا الموقف بسرعة البرق، فدفع قدميه نحو الأرض وقذف بنفسه إلى الماء وتوغل في عمق الماء متخبطا بسرعة، بينما حفرت مخالب الأسد خطوطا عميقة على فخذه. أما السؤال الخامس، استخدم تركيب سرعة البرق في جملة مفيدة من إنشائك. حين سمع اللص بخطوات صاحب المنزل هرب بسرعة البرق كي لا يكشف أمره. أما إجابة السؤال السادس، التشبيه يزيد توضيح الصورة والفكرة للقارئ ويعطي المعنى قوة ويزيد القصة إثارة ومتعة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، نتمنى أن تستفيدوا منه وأن ينال إعجابكم واستحسانكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.